عم نحكي روعة بما يتعلق بالجالية السورية برا وكل المغتربين. حاليا راح ينضم لنا الصحفي السوري محمد اسماعيل اللي هو بالإمارات، حاليا متواجد بالإمارات، وانضم لنا عبر جوجل ميت. يسعد أوقاتك محمد. محمد عم تسمعني؟ افهم اول شيء على حضوركم، وثاني شيء على هي المبادره الانسانيه لاهلي مع الفنانه روعه السعدي. أهلا كل فيك الحب. محمد. صراحة محمد، يعني من المبادرات الحلوة اللي صارت لدعم المنكوبين والمتضررين من الزلزال اللي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي هي حملة جسور الخير الإماراتية اللي انطلقت بمدينة أبو ظبي، دبي والشارقة. احكي لنا شوي بداية أكثر عن هي الحملة ومشاهدتك وتطوعك مع هي الحملة. حقيقة حملة جسور الخير، يعني كل الشكر لدولة الإمارات وللهلال الأحمر الإماراتي على هي الحملة. صراحة أتاحت لنا نحن فرصة كجالية عربية مقيمة، جالية سورية مقيمة بالإمارات، على أنه يعني عم نشوف نحن المشاهد المؤلمة، وعم نشوف تعب أهالينا ولا تعب المقربين ولا تعب الشعب السوري بالعموم من هذا الدمار او من هذا الزلزال المدمر يلي صار. فكان اتاحت لنا الفرصه ايضا، مو بس احنا كسوريين، كعرب بالعموم واجانب ايضا. هلا انا بتوسع لكم بالحديث عنها للحمله، انه نتطوع فيها هي المعدات ولا التبرعات كلها، من كراتين، من مواد غذائيه، عينيه، بطانيات، كل شيء، انه نحن نشارك بتعبئتها وتغليفها كجالية يعني سورية، وصولا إلى مرحلة يعني نحن كل ما يتعلق بتنسيق المواد وتعبئتها وترتيبها، بعدين في قسم آخر يعني يتولى تغليفها وتقارب الطيارة. نعم. طب بما يتعلق بالمواد يلي وانواع المواد اللي عم يتم ارسالها، يمكن هي جسور الخير هي بين شيء عيني وايضا شيء مادي، صحيح محمد؟ نعم، هي بين شيء عيني وشيء مادي. هلا حقيقة نحن كنا مسؤولين عن فيك تقولي انت الشيء العيني الغذائي اكثرهم، كان بتمر عمليات التعبئة والتغليف، انه نحن مثلا ناخذ الكراتين، في كراتين مخصصة للمواد يعني بطانيات، الاحرامات، القصص الثانية، وفي شيء مخصص للمواد الغذائية. حقيقة المواد الغذائية يلي كانت عم تتعبى، ونحن كنا عم نعبيها بايدينا، تشمل كل شيء، كل شيء من معلبات، من كل يعني كل ما بمقدرة أي جهة أنه ترسله. صراحة يعني يكفي العائلة المتضررة يعني لبين ما يتم تظبيطه أو وضعه أو تنسيقه، لبين ما يتم من خلال الجهات الثانية. حقيقة كانت كافية يعني كافية ووافية. أيضا المواد الأخرى اللي عم بحكي لكم عنها هي بطانيات، الملابس، هاي الأشياء اللي نحن شاهدناها وقمنا نحن بتنسيقها وتعبئتها من خلال الحملة. يعطيكم ألف عافية محمد. محمد، عدد المراكز الموجودة للإغاثة وجمع التبرعات، فيك تحكي لنا شوي عنها؟ هلا حقيقة عدد المراكز، هلا انطلقت الحملة، حملة جسور الخير، هي انطلقت من يوم 11 الشهر، تستمر لمدة أسبوعين. نحن يعني كمتطوعين بالهلال الأحمر الإماراتي كنا لمدة يوم واحد، خصصنا يوم واحد قرابة 6 ساعات، وما شاء الله يعني كان قرابة 2000 متطوع من كافة الجاليات ومن كافة البلدان كانوا معنا، شاركونا آلامنا، شفنا لهفة كانت لحالة يعني إلى حسبان كامل. صراحة بخصوص المراكز، بهذا اليوم تحديدا كان في 3 مراكز، بأبو ظبي وبدبي وبالشارقة. بعد انتهاء هي عملية التعبئة أو التغليف، أنا شفت على صفحات ومراكز الهلال الأحمر الإماراتي إنه طبعا التبرعات لا زالت مستمرة لمدة أسبوعين، لمدة أسبوعين من يوم 11 الشهر الجاري، بمراكز معينة ليس فقط بالإمارات الثلاثة، بالعكس بكل الإمارات يلي ضمن الإمارات العربية المتحدة، إضافة مو بس الإمارات، المدن فيها مدن يعني فرعية فيها،
في يعني تصل المراكز بكل إمارة إلى أكثر من 10 مراكز حقيقة. واليوم في شيء حلو شفته، يعني تشكر دولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي عليه، واللي هي خدمة إنه من خلال السيارة العائلة اللي بدها تتبرع أو الأفراد اللي بدها تتبرع بأي شيء يعني هن محضرينه أو هن بدهم يتبرعوا فيه ويقدموه للشعب يعني للمتضررين من الزلزال، إنه من خلال السيارة في نقاط للهلال الأحمر الإماراتي بتستلم هذه المواد وهذه التبرعات. طبعا كل الشكر لهم ليل مع نهار، يعني بدون كلل بدون ملل، يعني أثبتوا معنى الأخوة حقيقة بهذا النصاب. نعم، أكيد كل التحية لهم ولجهودهم. أيضا محمد، خبرنا أكثر إذا في إقبال اليوم من جنسيات غير عربية للمشاركة بحملة جسور الخير، كيف شايف إقبال المتبرعين؟ حقيقة يعني أنا لما تطوعت بهي الحملة، طبعا أنا يعني كصحفي بهذا المجال يعني كصحفي بشكل عام، حقيقة رغم بعدي عن بلدي ورغم بعدي عن أسرتي ورغم بعدي عن عائلتي، هذا الزلزال بشكل عام زلزل كياننا من جوا، وخصوصي إذا كان يعني بلامس أهالينا وبلامس أهلي على الصعيد الشخصي. أنا لا يعني بحكي بما سبق، ولكن أنا لما تشجعت وقلت يعني أقل ما يمكن أن نقدمه لبلدنا حقيقة هو هي الحملة، لما رحت لمركز الحملة واستلمنا يعني الملابس الهلال الأحمر الإماراتي للمتطوعين، يعني توقعت إنه شوف أنا أكثر الناس إنه سوريين، ولكن حقيقة كان ذهول، يعني ذهول من الحب لما شفت أخوتنا المواطنين الإماراتيين بكم هائل، المصريين من الفلبين من إندونيسيا من الجزائر من تونس من كل الجاليات العربية، ما خاف أكون نسيت حدا، حقيقة شيء بيكبر القلب، عم يساعدونا كأنه بلد يلي صاير فيه هذا المصاب الألم بعيد الشر أكيد، وحقيقة شيء بيكبر القلب وبيخفف هذا المصاب عننا. يعني نحن كسوريين لما بنشوف هذا التعاضد مو بس بين العرب، بين العرب وبين الأجانب أيضا حقيقة. نعم أكيد، يعني كل الشكر لكل الجهود اللي ساهمت بهي الحملة محمد، وأيضا الشكر موصول لك. نحن اليوم من سوريا من دمشق فخورين بكل الشباب اللي عم تكون برا وقادرة أنه توصل صوتها وقادرة أنه تساعد الأهالي المتضررين، فكل الشكر لك الصحفي محمد إسماعيل، وموفق دائما. شكرا شكرا لك محمد.